خصنا نعرفوا بأنه وزارة الصحة صدرت في ظرف 3 أسابيع 4 ديال البلاغات تتحذر فيهم من التراخي ومن العواقب ديال التراخي، فاش يالله بدات الارتفاع ديال الحالات، وتتحد المواطنات والمواطنين بأنه الحل باش ما تكونش شي انتكاسة وبائية هو احترام التدابير الاحترازية اللي هما الوضع السليم للكمامة بحال ما داير أنا وانتي، اللي هما التباعد بحال ما دايرين دابا، اللي هما الغسيل والتعقيم ديال اليدين عدة مرات في اليوم. إذن خص الناس يعرفوا ويفهموا بأنه الفيروس باقي كاين، وهنا تنشكروا جزيل الشكر صاحب الجلالة نصره الله وإياده حكم التدخل الشخصي ديالو، تمكنات البلاد ديالنا باش يكون عندها اللقاحات اللي هي الوسيلة الثانية، وباش يكون عندنا اللقاحات بكمية اللي جعلتنا نكونوا أول دولة إفريقية. ودابا بفضل اللقاحات اللي توصلت بهم البلاد ديالنا ففتنا 34% من المجموع الإجمالي ديال الفئة المستهدفة، واللي هي 80% من الناس اللي عندهم فوق 17 سنة. وصلنا دابا بفضل هذا البرنامج ديال التلقيح أننا ما بقيناش نشوفوا هاد الفئات الهشة في الإنعاش وفي العناية المركزة، وكذلك الوفيات فقلالوا. خصنا نعطي واحد المعلومة للمواطنات والمواطنين أنه نسبة قليلة وقليلة جدا ديال الناس اللي ملقحين وداروا المرض، باش نكونوا هذا نسبة مضبوطة ومضبوطة من طرف وزارة الصحة، أنه النسبة قليلة جدا 0.0004%، إذن نسبة قليلة جدا. إذن فاللقاح مهم ومهم جدا. هذا الكورونا القديم كان عنده واحد النسبة ديال الانتشار، التجارب اللي دارت على الكورونا ديال الألفا قالت بأنه عنده انتشار أكثر من القديم ب70%، فجاء ديال الدلتا قال بأنه عنده الانتشار بارابور الألفا ما بين 40 و60%. إذن فتتشوفوا بأنه هاد الدلتا انتشار ديالو كتير، إذن إلا جا لشي بلاصة كما تنقولوا بالدارجة غيطليها. فلهذا خاصنا ولابد هاد التدابير الاحترازية، وباش إلا بان في شي بلاصة يكون الاحتواء ديالها باش ما تكونش بؤرة كبيرة. والتجارب اللي دارت في الهند بينات بأنه 65% من المصابين عندهم قل من 45 عام. إذن حنا عارفين بأن دابا الله وصلنا 40 عام، دونك ما نبغيوش نلقاو ناس اللي صغار قل من 40 عام في الإنعاش وفي العناية المركزة. الحالة الوبائية في بلادنا متحكم فيها ولكني مقلقة ومقلقة جدا. إذن باش نبقاو متحكم فيها خصنا نحترموا باش ما نرجعوش لتشديد الحجر، لحقاش ما مزيان لينا كل شيء عينا لا نفسيا ولا اقتصاديا. يالله بدات بعض هذاك بحال السياحة تيتعافى، وبحال الناس اللي يديروا الكراء ديال السيارات، بحال الناس اللي تيديروا الحفلات، يالله بدا داك الشيء تيتعافى. إذن هاد الناس اللي لا في المطاعم ولا في المقاهي ولا في البلاصة ديال التبطع رخص يكون ولا بد يفرضوا على أي واحد داخل أنه يكون دير الكمامات. كنا اشتقينا الأقارب ديالنا والعناق ديالهم من الوالدة وجبد، ولكني حفاظا على صحتهم فخص يبقى هاد الاحترام ديال التدابير الاحترازية.